صباح الخير يا نظام طبعين، افتح الفن الصباح لشركة وينزر بروكر. هقدمه لكم كريم مجد اليوم 17 أغسطس 2020، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. تداولات هادئة وتداولات محايدة وتداولات مستقرة وتداولات غير واضحة المعالم بالنسبة للأسهم الأمريكية والمؤشر داو جونز طبعا بشكل خاص هو محور حديثنا خلال الفيديو النهاردة، ولكن ده طبعا راجع في المقام الأول لضبابية الأوضاع داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة حيال التعافي الاقتصادي بعد أكيد جائحة كورونا والإغلاقات الناتجة عنها جائحة كورونا، مع استمرار الأعداد وتزايد الأعداد وتسجيل الأرقام. طبعا ما بقتش أرقام قياسية ولكن قريبة من الأرقام القياسية. انخفاض طبعا شهدت طبعا انخفاض إلى حد ما، ولكن انخفاضات طفيفة في إصابات فيروس كورونا مش هي المنتظرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. تسجيل بشكل يومي أكثر من 40,000 و50,000 حالة، ده طبعا رقم كبير ومؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي. ده كانت أهم الأخبار، ما كانش عندنا بيانات هامة نقدر نتكلم عليها ولا خلال تدريبات النهاردة، وذلك اسمحوا لنا إن احنا ننتقل مع بعض للشارت ونشوف توقعاتنا للأسعار داو جونز النهاردة. زي ما احنا شايفين أداء إيجابي على مؤشر الـ EMA، أداء إيجابي على مؤشر السار، ثبات واستقرار على 27,590، وهو ده اللي مدي لحد دلوقتي داو جونز بعض الإيجابية وبعض الدفع. ولكن ال 28,20 منطقة قوية ونقطة مقاومة عنيفة على مؤشر داو جونز مش قادر ان هو يكسرها. تقاطع المتوسطات السعرية الأعلى وثبات السعر عليها، طبعا ثباته أعلى ل 61.8 في بوناتشي، إيجابية مؤشر فلات ترند، وكل ده مدعمه بشكل كبير. ولذلك نتوقع مزيد من الإيجابية، ولكن شرطنا ليه هو شرط أساسي لاستمرار الاتجاه الصاعد، هو الثبات والاستقرار على 28.20، مش مجرد كسر او مجرد اختبار زي هنا. اي استقرار اعلى وثبات اعلى هيودي بينا ل 28.410 وراها 880، مره ثانيه استقرار اعلى 28.20 وراها 410 وراها ال 880. السيناريو الاخر المعاكس هيتحقق بكسر 27.315 علشان يروح ل 45، واخر نقطه عند 26.540. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد متداول امن، وبشكركم على حسن تابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.